السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم طلبة وطالبات الصف الخامس الابتدائي، معاكم ميس أماني محمود غانم. النهاردة إن شاء الله هناخد بارت 2 في ليسون 1 اللي بتكلم عن اللايت إنر. هناخد في حصة النهاردة بروبرتيز أوف لايت، وهنعرف إن هما 5 بروبرتيز. بروبرتيز يعني خصائص، خصائص الضوء، يعني إيه الحاجات اللي بتميز اللايت إنرجي. فأول خاصية عندي هندرسها هي إن اللايت ترافلز إن ستريت لاين. يعني إيه الكلام ده؟ يعني الضوء بيسير في خطوط مستقيمة. عندنا اكتيفيتي بسيط كده في الكتاب عن ان الضوء ترافلز ان ستريت لاينز. هناخد الاكتيفيتي ده مع بعض دلوقتي وهنشوفه. ترانسميتنج اوف لايت ثرو ديفرنت ماتيريالز. يعني ايه ترانسميتنج؟ يعني نفاذية، نفاذية الضوء خلال المواد المختلفة. حوالينا ثلاث انواع من المواد، اما تكون ترانسبيرنت. يعني ايه ترانسبيرنت؟ ترانسبيرنت يعني شفافة، ترانسلوسنت يعني شبه شفافة، أما أوبيك يعني معتمة. وهنشوف الضوء لما بيجي يسقط على كل سطح من دول. يعني تخيل عندي مثلا سطح شفاف أو سطح شبه شفاف وسطح أوبيك معتم تمام، لما الضوء بيسقط على كل واحد منهم بينفذ إزاي؟ بينفذ ولا بينفذ نص نص ولا ما بينفذش أصلا؟ إن شاء الله الحصة الجاية هناخد الثري بروبرتيز دولت، وهم اللايت ريفليكشن يعني انعكاس الضوء، واللايت ريفراكشن انكسار الضوء، واللايت سيباريشن وهو تحلل الضوء. هناخدهم ان شاء الله الحصه الجايه. يلا بينا نبدا اول بروبرتي. انا عندي اللايت ترانسميتنج ترافلنج ان ستريت لاينز. تعالوا نشوف التجربه اللي بتثبت ان اللايت ترافلز ان ستريت لاينز، وبعدين نعرف ايه المترتب عليه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيكم يا سنه خمسة؟ النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض التجربه العمليه في اللاب بتاعنا، لاب قناه ساينس كلاود. التجربه بكل بساطه بتتكلم عن traveling of light in straight lines، يعني عايزين نثبت ان الضوء بيسافر في خطوط مستقيمة. هنعمل سيستم زي اللي قدامنا ده كده، عبارة عن ثلاث ألواح. ثلاث ألواح دول فيهم فتحة زي ما انتم شايفين كده، والثلاث فتحات دول على نفس الاستقامة. طب هنعرف ازاي ان هم على نفس الاستقامة؟ هجيب مسطرة معايا بالشكل ده. طبعا هنعرفين المسطرة دايما بتكون straight يعني في خط مستقيم، مفيش مسطرة ابدا بتكون في خط متعرج او كده، هي بتبقى مستقيمة. وهندخلها من الفتحة الاولى وهنمررها من كل الفتحات زي ما واضح قدامكو، ان الثلاث فتحات على استقامة واحدة، مفيش واحدة فوق شوية واحدة تحت، لا كلهم على نفس الخط. هنعمل ايه بقى؟ هنجيب معانا كده مصباح بيطلع نور بالشكل ده، وهنبدأ ان احنا نحطه كده عشان الضوء يمر من خلال الثلاث فتحات دول. مثلا نحطه قريب كده من الفتحة الاولى ونظبطه، ونرجع بقى نستقبل الضوء اللي خارج من الثلاث فتحات دولت على لوح في الاخر بالشكل ده. شايفين اهو الضوء مر من ثلاث فتحات. طبعا انا ايديا بتتحرك عشان كده الضوء بيختفي، لكن لو ايديا ثابته، لو المصباح ده ثابت في وضع ثابت هنا كده، حتى الضوء على الحائل اللي احنا مستقبلينه الضوء واخد نفس شكل الفتحات، لان كل الضوء اللي مش قصاد الفتحة معمول له بلوك على الحائل الاولاني، يعني اللي بيمر بس من الفتحة هو الضوء اللي بيظهر لينا في الاخر هنا، هو الضوء اللي بيمر من الفتحة نفسها. طيب عشان نثبت اكتر ان اللايت ترافلز ان ستريت لاينز تمام، وان لو سديت واحده من الفتحات دي او حركت الحائل ده من مكانه ايه اللي هيحصل؟ اللايت مش هيعدي. هعمل ايه؟ شوفوا معايا هعمل ايه. زي ما انتم شايفين جيت عند الفتحه رقم 2 وحطيت فيها بلوك دوت، زي ما انتم شايفين حطيت الورقة دي عشان خاطر تعمل بلوك للضوء.
الفتحة رقم واحد مفتوحة عادي، الفتحة موجودة، والفتحة رقم اتنين كمان موجودة. عايزين نشوف بقى، هل لو انا حطيت المصباح ده هنا هيظهر فيه ضوء هنا زي ما قبل الورقة؟ زي ما انتوا شايفين ان light doesn't pass through، مفيش ضوء بيعدي، مفيش ضوء بيتكون عندي في السطح الاخير. على التجربة دي مترتب على الخاصية دي اول حاجة formation of images through narrow holes is a inverted and minimized. يعني ايه الكلام ده؟ يعني نتيجة انتقال الضوء في خطوط مستقيمة، لما الضوء او الصورة بتاعتي الايمج بتاعتي لو عدت من خلال فتحة ضيقة، صورة مثلا شجرة كبيرة لو عدت من فتحة ضيقة، ايه اللي هيحصل لو استقبلتها على حائل يستقبل الصورة دي؟ هلاقي ان الصورة صغرت و انعكست، inverted يعني انعكست. تعالوا نشوف الكلام دوت بيحصل ازاي. انا عندي الشجرة اهي، لو جبت مثلا ماستر سورس اوف لايت وسلطته على الشجرة دي بشكل كبير، فالمفروض لما ان شاء الله ناخد ريفليكشن اوف لايت او انعكاس الضوء، هنعرف ان الضوء هيسقط على الشجرة بالشكل ده وبعدين بينعكس تاني للمسارات المحددة اللي هو ايه بيمشي فيها. لو انا جيت بقى حطيت على انعكاس الضوء اللي انا اللي خارج من الشجرة ده بوكس كده، ماشي، البوكس ده فيه ايه؟ البوكس ده فيه فتحة ضيقة صغيرة جدا، ايه اللي هيحصل؟ الضوء المنعكس من الشجرة هينعكس بالشكل ده، اللي فوق ده اللي فوق اللي يعني الجزء الاخضر ده هيبقى مثلا ايه ماشي كده 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 في كل الاتجاهات لحد ما يجي عند الفتحة الصغيرة دي وينزل من تحت. طيب والجزء اللي تحت ده برضو هيمشي كده 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 في كل الاتجاهات، كل حتة في الشجرة هتمشي كده 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 في كل الاتجاهات، و نبص نلاقي ان الجزء اللي تحت ده عشان يدخل من الفتحة هنلاقيه دخل من الفتحة من فوق. طيب بقيت الجزء اللي فوق او اللايت المنعكس من الجزء اللي فوق مش هيدخل، هيمشي بقى هيتشتت كده في انحاء تانية، والجزء اللي تحت من الشجرة برضو هيمشي كده ويتشتت في انحاء تانية. اللي هيعرف يعدي من الفتحة الصغيرة هو شعاع جاي من تحت. فلو استقبلت الصورة دي على حائل كده هبص الاقي ايه اللي حصل في الشجرة، هلاقي ان اللي حصل في الشجرة انها inverted، اتعكست، اللون الاخضر بقى تحت واللون البني بقى فوق، and minimized صغرت في الحجم، يعني الصورة اتنقلت معكوسة وصغيرة. اكبر مثال على كده ايه دلوقتي؟ الكاميرا اللي في الموبايل. انا ببقى ماشي في الشارع لو عايز اصور مثلا شجرة او جنينة او عمارة او اي حاجة، ابص الاقي ان الصورة ظهرت عندي على الموبايل صغيرة جدا. طيب الصورة دي ايه اللي حصل؟ الصورة عدت، الضوء اللي انا لقطته عدى من عدسة الكاميرا الصغيرة اللي عاملة شبه فتحة الصندوق ودخل، ايه اللي حصل؟ minimized and inverted. طبعا دلوقتي في الموبايلات الحديثة في أجهزة وفي يعني تركيبة الكاميرا نفسها اتطورت، ان بقى يقدر يخلي الصورة اللي تصغر دي بعد ما تتقلب يعدلها تاني قبل ما يوريها لك على شاشة او يطبعها لك على ورقة. تعالوا نشوف التجربة مع بعض بشكل عملي عشان تستوعبوا اكتر البروبرتي دي او المترتب على البروبرتي دي اللي هي formation of image، تكون الصورة بيحصل ازاي. التجربة التانية معايا اللي بتورينا ان light travels in straight lines when it pass through a
نارو هول، شايفين فتحة صغيرة خالص ضيقة. اللي بيحصل الصورة is minimized and reverse. انا عندي هنا هو ده الحائل اللي انا هستقبل عليه الصورة بتاعتي من الفتحة اللي جوه دي، زي ما انتم شايفين الصندوق عندي معتم تماما. تمام، بس ناقص عندي بقى الصورة اللي انا هستخدمها، وانا هنا استخدمت صورة فيها ازرق من فوق واخضر من تحت عشان مش هتبقى واضحة قوي على الحائل الشفاف اللي انا استخدمته. تمام، تعالوا كده نطفي النور ونبدأ نعرض الصندوق ده كده اهو. طبعا اديكوا شايفين انا مش شايفة اي حاجة خالص، فتحة ضيقة جدا زي ما انتم شايفين اهو. الصورة صغرت، شايفين ده الحائل اهو، ده الحائل اللي انا مستقبل عليه الصورة. الصورة اتقلبت وصغرت، بس هي مش واضحة قوي لان الحائل اللي انا مستخدماه مش موضحة قوي. الصورة فيها اخضر من تحت وازرق من فوق، لكن لما بتعدي من الفتحة الصغيرة دي اروح استقبلها كده جوه، بلاقي ايه؟ الاخضر بقى فوق والازرق بقى تحت. ده جوه الصندوق اهو، ده الصندوق اهو عندي، وادي الصورة جوه اهو، تكبر وتصغر لما بقرب وبعد. في النور تاني اهو عشان اوضح لكم اهو. مايز، بصوا صغرت ازاي، بصوا حجمها صغر ازاي، بقت صغيرة جدا. كان واضح هنا ان حجم الصورة كبير، اما لما ندخل جوه نلاقيها صغرت جدا، كل ما اقرب كمان من الفتحة بتصغر اكتر. نيجي بقى لتاني ظاهرة معايا مترتبة على traveling of light in straight lines، وهي formation of shadow، يعني تكون الظل او الظلال. تكون الظل بيحصل نتيجة ايه؟ بيحصل نتيجة اعتراض اوبيك اوبجكت. يعني مثلا لو جبت بول كورة، ماشي، كورة معتمة بالشكل ده وسلطت مصباح فيه بيطلع ضوء عليه، ايه اللي هيحصل؟ هبص الاقي ان تكون، طبعا مش هعرف اعمل لكم الظل باللون الاسود، فاعمله لكم باللون الجراي لان احنا اصلا بنكتب على اسود. هبص الاقي عندي تكون كده ورا الكاميرا دي، ورا الكوره، هبص الاقي عندي تكون ورا الكوره ظل لونه اسود، شادو، منطقه مظلمه، منطقه دارك نيد اريا، نتيجه ان جسم الكوره ده اوبيك، اوبيك اوبجكت، جسم معتم مش بيخلي الضوء ينفذ. يبقى انا عندي لو اعترض مسار الضوء اوبيك اوبجكت، جسم معتم، هيتكون عندي منطقه مظلمه شبه الجسم المعتم ده بالظبط، لان ايه؟ هو ده اللي بيحجز الضوء، لكن الاشعه اللي هتمر مثلا من فوق مش هيحجزها، والاشعه اللي هتمر من تحت برده مش هيحجزها، هو هيحجز بس الساقطه عليه، فهيتكون شبهه او على شكله بالظبط دارك نيد اريا. يبقى نيجي بقى للديفينيشن اوف شادو او تعريف الظل، اتس ذا دارك نيد اريا، المساحة المظلمة او المساحة المظلمة، which is formed as a result of falling of light. falling of light يعني سقوط الضوء عليها، on an opaque object، نتيجة سقوط الضوء على جسم. نيجي بقى للخاصية التانية وهي transmitting of light. transmitting يعني نفاذية، نفاذية الضوء. انا عندي 3 types of material: transparent, translucent and opaque object. الترانسبيرنت ماتيريال allow most light to pass through it، هي شفافه زي ايه؟ زي الاير، الهواء، والكلير جلاس، يعني الازاز لما يكون نظيف وما فيهوش اي حاجه او مش عليه اي حاجه، وكلير ووتر، الميه النقيه. لو الميه تربد يعني معكره مش هنقدر نشوف من خلالها بشكل واضح،
او مش هتالاو موست لايت تو باس ثرو ات، انها تعدي من خلالها. والاوبجكت كان بي سين كليرلي، يعني بقدر اشوف الاوبجكت بشكل واضح تماما لو انا حطيته وراها وبصيت من قدامها. يعني لو انا جبت كده كلير جلاس وحطيت هنا كده تفاح، هبص من هنا كده هعرف اشوف كويس الابل دي، بشوفها بشكل كلير. لكن لما نيجي بقى في السيمي ترانسبيرنت او الترانسلوسنت، ترانسلوسنت اللي هو شبه شفاف، الشبه شفاف ده قالوا ايه؟ قالوا سام لايت، بعض الضوء، يعني مش كل اللايت انرجي اللي خارجه من الاوبجكت بتاعي بتعدي، لكن بعضها بيعدي. عشان كده الرؤيه بتبقى ليس كليرلي يعني اقل وضوح. طيب مثال على كده ايه؟ تيشو بيبر اللي هي المناديل، او فروستد جلاس يعني الازاز المشبر. في يوم كده بيبقى الدنيا مشبره فيه، بص تلاقي في ازاز العربيه لازم نمسحه كويس بالميه عشان نعرف نشوف من خلاله، لان الرؤيه ما بتكونش واضحه تماما. نيجي بقى لاخر اخر حاجه، وهي الاوبيك اوبجكت او الاجسام المعتمه. الجسم المعتم دونت الاو اني لايت تو باس ثرو ات، ما بيسمحش لاي ضوء ان هو يمر اصلا من خلاله، يعني مفيش اي ضوء باس ثرو. يعني لو جبت كده قطعه من الخشب وحطيت كده تفاحه، قطعه من الخشب دي تعتبر اوبيك اوبجكت، وجيت انا هنا ببص من وراها عشان اشوف التفاحه مش هشوف اي حاجه، وده معناه ان الاوبيك اوبجكت دونت الاو اني لايت تو باس ثرو ات، ما ليش اي لايت يعدي من خلالها. والاوبجكت كانت بي سين، ما اقدرش اشوفه خالص من وراها. امثله على كده ايه؟ الوود والكربون والكرتون وروكت الصخور. تعالوا بقى ناخد سؤال نشوف الناس فهمت معانا الجزء ده ولا يعني نص نص. تعالوا نشوف السؤال بيقول ايه. السؤال بيقول لو انا عندي بول محطوطه بالشكل ده والشادو بتاعها هنا في الحته دي، قول لي الصن بتاعتي هتكون في الموضع اكس ولا واي ولا زد. تتوقع كده ان موقع الصن يكون في الموضع اكس ولا في الموضع واي، النقطه واي ولا في النقطه زد. اكتبوا لي اجاباتكم في التعليقات، واشوفكم على خير ان شاء الله الحصه الجايه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.